قصتنا بدأت في المغارة مع صندوق غامض مليء بالإثارة. يمضي بنا لعالم مغامرة خيال وحقيقة، هذه هي الحياة. رمى الشجاعة وخلفها رامي، ولينا المحبة وسامي العبقري. بالصبر ساعة ستغدو أيامي كضوء النهار بلون انتصاري. رمى الشجاعة وخلفها رامي، ولينا المحبة وسامي صداقة ألفة وحكايات حقيقة وخيال، هذه هي الحياة. مرحبا يا أصدقاء، تعالوا معنا لنرافق أربعة أطفال شجعان رحلتهم إلى أرض السعادة، ونعيش معهم مغامراتهم المثيرة والمراحل التي سيمرون بها عبر البوابات السبعة، ونتعرف معا على كل المصاعب التي سيتعرضون لها وكيف سيتجاوزونها بتعاونهم وتماسكهم معا. أهلا بكم أحبائي، ولنبدأ المغامرة. لا تتباطأ يا رامي. لقد تعبت. هل تسمعينني؟ أوجه إليك النداء، إن كنت تسمعين ندائي أجيبيني. يا إلهي، أنت تأكل كثيراً، إن لم تنظم وجبات طعامك ستسمن أكثر يا رامي. لقد شبعت. شبح. أين هو الشبح؟ هيا انهض، كفاك تخيلاً. أنا لا أتخيل، انظري، صدقيني كان أمامي ثم طار إلى هناك. أين هو؟ كفاك كذباً يا رامي، هيا انهض وساعدني في البحث عن جهاز الاتصال، فقد أضعته. أين أضعته؟ ترى كثيراً. الطريق الذي سلكاه طويل وغير واضح، أخشى أنه ما ضل. كان علينا أن نسلك الطريق نفسه. وماذا سنفعل الآن؟ لننتظر بعض الوقت، لا تكن عجولاً يا سامي. لنبدأ البحث عنهما، أخشى أن لا نجدهما بعد ذلك. لننتظر قليلاً، أخشى أن يصلا إلى هنا بينما نحن نبحث عنهما في مكان آخر. أين هما الآن يا ترى؟ أجيبيني، إن كنت تسمعينني أجيبيني أرجوك. لا يجيبان، يبدو أننا فقدنا الاتصال بهما. خذي تناولي الحلوى. فنحن لا نملك طاقة كبيرة أثناء النهار. شبح! 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 أين هذا الشبح؟ هناك. أين هو؟ أين اختفى؟ ها هما الشبحان اللذان تناولا الحلوى.
إنهما فراشتان لا أكثر، كيف لهما أن تأكلا الحلوى الخضر؟ نجونا بأعجوبة. طريق علينا أن نسلك الآن. انظروا التلة الخضراء التي لها مدخل. أعتقد أننا وصلنا. هذا يعني أن علينا الالتفاف سيرا على الأقدام للوصول إلى تلك التلة. ماذا لو لم يكن المكان الصحيح؟ عندها سنعود أدراجنا. الخريطة التي معنا تقول إنه علينا أن نسير مسافة طويلة نحو الداخل، لكن المكان مظلم جداً. ما رأيكم أن نعود أدراجنا؟ هيا تعالوا، المغامرة شيقة. لا تخافي، فالخريطة واضحة ونحن سنكون معك أيضاً. هيا يا راما تعالي، لا تخافي. هيا تعالي يا راما، لا شيء مخيف هنا، فنحن معك. سنتبعهم لنرى إلى أين سيصلون وبعدها نقرر. هيا. احذري. قولا هل أصبتما بأذان؟ لا بأس، نحن بخير. دعيني أسير في المقدمة. وهل هناك ألذ منه؟ لا، لست جائعة. لا داعي لأن تكوني جائعة حتى تأكلي. قلت كلي، أنا أخوك الأكبر وعليك أن تسمعي كلامي. بل أنا أكبرك سناً وعليك. هيا تابع السير. كيف وصلتا إلى هنا؟ عمن تتكلم؟ الفراشتان اللتان التهمتا. لا توجد فراشات هنا، هيا تابع السير. إنه شبح مخيف. هيا. ماذا يحدث؟ أشعر بأن كل شيء حولي يدور بسرعة هائلة. نحن نسير هنا منذ ساعة تقريبا. أمامنا طريقان، سننقسم إلى فريقين. رامي أن تذهب من هذا الطريق وأنا سأسلك هذا الطريق لأنه أكثر عمقا. ما رأيك؟ أوافقك الرأي. ساعدوني، أنا أتألم. هذا مؤلم جدا. نورا اذهبي وساعدي راما. Oh!
لقد علقت ولم أعد أستطيع التحرك أبدا. ما بك؟ أشعر بالدوار، لا أعلم ما الذي حصل. تمسكي جيدا نورا. إلى أين نحن ذاهبتان؟ لم أعد أحتمل، أكاد أموت ألماً. كن حذراً. نورا هل أنت بخير؟ أجل، نجونا بأعجوبة. لابد أن نخبر رامي وسامي عن هذا البساط الغريب. نورا انظري، إنه يطير هناك. أسرعي، علينا الإمساك به قبل أن يختفي. حسناً، هيا أسرعي. ما قصة البساط السحري الذي أرسلته تلك الفراشة الصغيرة للأصدقاء الأربعة؟ ومن تلك الفراشتان الصغيرتان؟ وما سر الطاقة التي تملكانها؟ ماذا سنعرف عن ذلك الصندوق الغريب الذي سيجده الأصدقاء؟ ماذا يعني ذلك الشعار الملون؟ ألستم متلهفون أحبائي لأن تعرفوا إلى أين سيصل الأصدقاء الأربعة بمغامرتهم التي بدأناها معهم؟ سنجد إجابات على كل هذه الأسئلة في الحلقة القادمة. انتظرونا وإلى لقاء جديد.